وقت كثير، بس الموضوع كبير ولازم حدا يحكي فيه، ومش معقول ما حدا غيري شايف شو اللي عم بيصير. يا اني عم بحلم يا اني غايص في التفكير، مش قادر اتقبل الحقيقة. اذا هذا هو المصير معناه لشو كل هالتركيز؟ عم بفكر في الدقيقة الف مرة، مش ملاقي لا جواب ولا تفسير. شو منها هالطريقة اللي عايشين عليها يوم يوم حياتنا مش فاهمين؟ كل خطوة عم نطيها، كل كلمة عم نحكيها مش عارفين شو معناها، بس ماشيين مع التيار لوين ما يروح، على اليمين على اليسار مهتمين؟ طبعا لا مشغولين في الاغلبية، وين رايحين؟ اسمعوني يا حلوين، لما انتوا بتمرقوا من حد مؤسسة التعليم بتشوفوا ناس متعلمين. انا كل ما بروح بالغلط من حديق محل بشوف كلية مجانين، يعني هيك مبسوطين؟ كل واحد باني برنامج لحياته وماشي حسب، بس ما حدا عارف اذا البرنامج هذا بده ينجح ولا لا، وبرضه مكملين فيه زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. مع الاغلب بتغير المسار، والبرنامج اللي قلنا سنين بنيه ببطل له فايدة، لانه الحياة ما بتمشيش زي ما بدها. زي هالكبلة تحت حفرة من مليون، بس للاسف ما حدا راضي يفهم هذا الاشي. المستقبل يمكن يجي ويمكن ما يجيش، واذا ما اجاش شو منكون عملنا؟ زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. اول 12 سنة راحوا بس عالتعليم، لايش عم تتعلم بعد 8-9 سنين؟ مش حرامة هالعشرين سنة راحوا من حياتك بس دفع للمعلمين؟ اللي حتى هني مش عارفين شو بدهن الحياة، اصلا بطل في حياة. طبيعة قتلتوها، نباتات قلعتوها، الارض سامتوها، خططتوها وزفتوها، من الاخضر شلحتوها، شوارع زبتي لبستوها، اراضي بحشتوها، في مصانع مليتوها، بنيتوا عليها مباني كبيرة كثير وخنقتوها، الكرة الارضية الكبيرة الحلوة ضيقتوها، بطل في وساع الناس صارت تسكن على بعض والمزارع تركوها. غريب اليوم تلاقي واحد عنده ارض وعايش بزراعة بس لا، بدها تروح الناس تتعلم وتصير تشتغل في مكاتب، بدهن يوصلوا مراتب عالية، وين راح التوظف؟ الشغل من هيك واجب، بعرف اني عم بعاتب الحيطان، مش مهم اشي عادي، ما احنا كلنا مجانين، حتى مقسمين حالنا حسب الرواتب، فاكرين حالنا كبار شايفين حالنا زي الكواكب. نفسي اعرف شو هذا الاشي اللي قد مهم، اللي خلى الانسان يقتل الطبيعة ويتخلى عنها عشان زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. يعطيكم العافية يا بشر، اخترعتوا آلات، أجهزة، بنايات، إشي بجنن، بس وين السعادة؟ زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. وين راحت السعادة؟ عن جد يعني بالكم مش شايفين إنه كل هذا التقدم مش عم بيجيب لنا غير تعب نفساني ووجع راس ووجع قلب؟ زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. شو هدفكم من الحياة صار؟ توصلوا مرتبة عالية، يكون معكم كثير مصاري، يكون عندكم دار كبيرة، تقدروا تشتروا سيارة جديدة؟ زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. كل هذا أنا بسميه تفاهم. تحت هاي الحفرة في أكثر من ألف نملي، اطلعوا على كل وحدة فيهن شو حاملي، طبحة أكبر منها وماشي فيها هالمسافة، إلها كم ساعة جر فيها هالمتر، مترين يعطيها ألف عادي، بس يمكن هي مش عارفة لوين رايحة أصلا فيها، يمكن وهي ماشي يضرب هالرحمة يخليها تطير وترجع من أول طريقة، يمكن تشتي عليها الدنيا وتمليها مي وتموت، يمكن تقطع المسافة وتوصل الحفرة وتفوت سليمة عليها، بس كله هذا الشغل راح الفاضي، لأنه هاي الحفرة اللي من الصبح عم يشتغلوا عليها، بده يجي بني آدم بعد شوي يرعس عليها، وفي تاني وحدة يقتل كل النمل اللي فيها، وحياة النمل زي حياتنا بالضبط، معرضين للدمار في أي وقت، البني آدم عم بتقدم بس بيضلوا زي الحمار، التقدم عنده صار في العمار، عم نتشابك عم نتشابك بدنا نوصل فوق الغيوم، آمر كان وصلوهن بس في دقيقة وحدة بوم، كله كف مات في يوم، ألف بني آدم تحت مبنى من مليون. شايفين؟ البني آدمين بيضلهن زي النمل، بيشتغلوا كل حياتهم عشان هدف معين، وفي الآخر بيموتوا قبل ما يوصلوا. زي هالكبلة تحت حفرة من مليون. لأي هدف بدكم توصلوا مع كل هذا التقدم؟ أو يا ترى